اسلوب اللعب يا كابتن اسامه كان سبب من ضمن اسباب الخساره النهارده؟ اسلوب اللعب طبعا جزء من اسباب الخساره النهارده. ان احنا قلنا المباريات دي بتكسب ولا تلعب. تكسب ازاي؟ النهارده مستر موسيماني فاتح الجيم من اول دقيقه في المباراه. مباراه النهائيات دي ما ينفعش ان انا العب باتنين في وسط الملعب ديانج وحمدي فتحي بس. على فكره انا تخوفت من الموضوع ده في البدايه. قلنا لازم اتكلمت معاكم فيه في وسط الملعب يديك اكتر امان، تامن نفسك حتى لو ما لعبتش بثلاثة في نص الملعب. الطريقه القديمه كان بيلعب بثلاثة في خط الظهر. ايوه. فالتفاصيل وضربنا مثل بريال مدريد ليفربول، قلنا ريال مدريد فضل يدافع لما خطف في واحده، لكن موسيماني فنيا فاتح الجيم من اول دقيقه. ده ادى في بدايه المباراه نص الملعب كان عندك في لخبطه في نص الملعب، الدنيا مش قادر تمسك كوره، في ضغط عالي عليك مش قادر تستحوذ على نص الملعب. قلنا بين الشوطين ما يدخلش فيك هدف تاني علشان تقدر ترجع المباراه. في اول دقيقه خطا ساذج من محمد هاني صراحه، يعني ما يقعش فيه ناشئ صغير. تغطيه ولازم انا اروح للكوره، ما ينفعش ان انا استنى الكوره تيجي عشان تاخدها والراجل سبقه، يعني خطا ما ينفعش. مع ان هو كان شايف الكوره وشايف الراجل. ما ينفعش، لازم انا كمدافع انا لا اروح للكوره اطلعها برجلي الشمال او رجلي اليمين اشلتها، لكن صعب. الخطا توقيته صراحه صعب جدا، يعني انت يعني قتل الماتش تقريبا. دي النقطة اللي وقع فيها موسيماني، حتة عدم لعبه بثلاث. النهارده لو السولية بالمستوى الرائع اللي احنا شفناه تلت ساعة لعبه ده، طب ليه ما يبدأش من أول مباراة؟ طب النهارده لو السولية مش موجود أو الجاهزية بتاعته مش 100%، رامي ربيعة ليه ما بدأش في نص الملعب وأبدأ بثلاثة من نص الملعب وأدافع صح وأخطف أنا وأعمل اللي كان بيعمله الوداد؟ دي الأخطاء الفنية أو الخطأ الفني اللي كلفنا النهارده الخسارة النهائي. صحيح. لكن النهارده الجيل اللي بيلعب، احنا زي ما احنا اتفقنا قلنا احنا في 2005 و2006 خدنا البطوله وكنا عايزين نبحث عن مجد وتاريخ كبير. صح. والبطوله كانت النهائي في ملعبنا وخسرنا 3-1 من النجم الساحلي. الاجواء المره دي مختلفه تماما. صحيح. انت خسران من قبل البطوله، خسران بالاجواء اللي بتحصل. مظبوط. وخلي بالك انا لو لعبت المباراه النهائيه وخسرت 1000 مره انا مش مع قرار الانسحاب. وانا كمان كنت لسه هتكلم عليه دلوقتي. مش مع قرار انسحاب. لا مش النادي الاهلي. الانسحاب ده اللي احنا كلفنا في التسعينات وكان ليه اثار سلبيه علينا ودلوقتي ما ينفعش قرار انسحاب. لا لا. حتى لو انا خسرت وهلعب تاني وهخسر. لا. هلعب المباراه. صحيح. لكن التواضع هو كمان يا اسامه كابتن خطيب قبل المباراه لما كان الكلام على الانسحاب والانسحاب ممنوع انسحاب. لا حتى لو كنت بتكلم بطمن عليه قال لا يعني موضوع الانسحاب ده يعني ما فيش حد يتكلم فيه خالص. صحيح. عمر النادي الاهلي ما انسحب يعني طبعا تكمله لكلامك. لا يعني. وفي التسعينات لما انسحبنا وكان في اثار سلبيه بعد كده ودخلنا في اجواء قرار انسحاب مرفوع. طبعا طبعا. لكن النهارده هتخسر كتير من الانسحاب. اللي انا بلوم عليه يا كابتن ايمن. يا كابتن؟ اللي بلوم عليه دلوقتي هو اسمه والله النادي الاهلي المصري. طبعا. يعني النهارده لما يكون التواطؤ من الاتحاد الافريقي هنا لازم اتحاد الكوره هنا لازم تلاقي ناس تقف جنبك. لما تلاقي اتحاد كوره متواطئ هو كمان مدير تنفيذي بيجي له الملف والورق حطه علشان يحطه في الدرج، يبقى ده ناس قايمه على الرياضه في مصر. لا طبعا دي ناس عندها امان وعندها مسؤوليه. بالظبط. مش امينه على للاسف على مناصبها. عضو مكتب تنفيذي في الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي ومفروض بيقف في ظهر الانديه وفي ظهر المنتخبات وبيكون مساند، كابتن هاني ابو رده ليه ما يعملش ربع اللي بيعمله فوزي لججع في المغرب هناك وبيساند؟ شفت اول لقطه اول لقطه بعد فوز الوداد بالبطوله ونزولوا الملعب واحتفالوا مع اللعيبه. أيوه. فين الكابتن هاني ابو رده؟ يعني فين الكابتن هاني ابو رده في كل اللي بيحصل ومساندته للاهلي من اول دقيقه؟ ده حتى النهارده لو احنا بنقول اللوم على اتحاد الكوره انه ما اعلنش او خاطب النادي الاهلي، انت فين دورك كمسؤول داخل الكاف انك تعلن النادي الاهلي وتخبر النادي الاهلي المعلومه؟ ده المصيبه السوداء ان الكابتن هاني ابو رده هو اللي صوت للمغرب. ده دي مصيبه اكبر. مصيبة يعني التواطؤ، يعني مش حد افريقي فاسد. حتى جوميز النهارده الحكم اللي احنا كنا بنستبشر بنقول الحكم الانزه طلع النهارده برضو بيطبق الفساد الموجود في قاره افريقيا. في كوره النهارده عدل ما فيهاش حاجه في الشوط الاولاني، حتى لو هو عنده نيه سليمه للعب يديها استكمال فرصه. أيوة. وبعد كده يرجع للفار تاني لو في اي حاجه. وكانت 2-1 2 على 1. بس هو حكم ذكي جدا على فكره. الكره الاخيره لوليد سليمان بنت النيه قوي. كره أيوة. فاول لوليد سليمان 18 ده انت بيحجمك. أيوة. للاسف هو ده الفساد اللي موجود في افريقيا وهيفضل موجود. كابتن سيد عبد الحفيظ لما كسبنا البطوله اللي فاتت قدام كايزر تشيفز بعدها بكام يوم ببارك له وقلت له كلمه انا لسه فاكرها وهو رد عليا قال لي ايه؟ قلت له احنا عندنا فريق نقدر نكسب البطوله لثالث مره. أيوة. على التوالي عندنا لعيبه وعندنا جيل. قال لي بس في الاتحاد الافريقي هيسيبوك تكسب البطوله المره الثالثه؟ استحاله. صحيح. علشان كده لما شفنا الاجواء النهارده
النهارده مجلس اداره النادي الاهلي بيحارب من اول يوم، بيحارب بيحارب لوحده صح. ولا وزير رياضه ولا رئيس اتحاد الكوره دكتور اشرف صبحي اللي المفروض مسؤول عن الرياضه ويكون موجود النهارده مع النادي الاهلي في الدار البيضاء في كازابلانكا هناك ويكون مساند للنادي الاهلي وهو شايف وقاري الاجواء دي كلها، على الاقل يعني مشاركه معنويه تكون موجود جنب البعثه هناك، ما كانش موجود. كابتن هاني ابو ريده يعني دور مخزي صراحه ليه، سواء في الاتحاد الافريقي بالنسبه للنادي الاهلي او حتى كمان في مشكلتنا وقت كاس العالم للانديه، وقت ما خدوا لعيبه النادي الاهلي ولا لعبوا معانا في كاس العالم للانديه وكان نفس الدور. أيوة. للاسف المسؤولين زي دول ما يشرفوش الكره المصريه، دول خايفين على الكرسي. أيوة. دول ما يصلحوش للرياضه المصريه ولا نتشرف بيهم اساسا ان يكونوا موجودين في الرياضه المصريه. واتحاد كوره اصلا واحد مدير تنفيذي بياخد الفاكس عشان يحطه في الدرج ويقول لك اكيد النادي الاهلي عارف. هل دي ناس تكون امينه على الرياضه المصريه؟ لا. تكون موجوده في المكان ده والنهارده الاجواء اللعيبه بتلعب فيها بدايه من اول من كام يوم، تاني حاجه من دخول الجمهور، دخول مجلس الاداره اللي بيلاقي كل الصعاب علشان يدخل. ده مجلس الاداره اتضرب وهو داخل، اجواء صعبه جدا. يعني انت النهارده احنا بنتكلم كفنيات موسيماني عنده اخطاء، في لعيبه النهارده كانت مقصره في حقها وفي حق النادي الاهلي وخارج نطاق الخدمه، والنهارده كانت مقصره مع النادي الاهلي، لكن ده كله يعني ما ننساش الاجواء اللي لعب فيها النادي الاهلي، اجواء صعبه جدا، ما يقدرش اي لعيب يستحمل يلعب في كل الاجواء دي. فالنهارده ما نقولش مبروك للوداد، احنا بنقول مبروك البطوله للاتحاد المصري، مبروك للكابتن هاني ابو ريده فوز الوداد، مبروك للاتحاد الافريقي الفساد اللي موجود ودايما هيكون موجود في الاتحاد الافريقي. ورغم ده كله انا برضو لسه عندي كلمتي، النادي الاهلي احنا خسرنا النهارده، لو هنلعب 100 مره وهنخسر انا مش مع قرار الانسحاب تمام.